عشاق الملكي نادي الزمالك، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. من خلال الفيديو النهارده نتعرف على جدول مباريات نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر، في الدور الاول من الدوري الممتاز بنظامه الجديد. طبعا الجدول ده خاص بال 17 ماتش لنادي الزمالك في الدور الاول فقط، ولكن الدور الثاني هيكون شكل تاني ونظام تاني، ولكن هيتم الاعلان عنه عقب الانتهاء من الدور الاول. النظام اللي هيكون 9 فرق هيتقسموا، وتسع فرق هيتقسموا من ال 17 او من 18 نادي، 9 فرق هتنافس على المراكز الاولى والمراكز المؤهله للفرق الافريقيه او البطولات الافريقيه، وتسع مراكز اخيره طبعا حسب الترتيب هيكونوا بينافسوا على البقاء في الدوري وهبوط فريقين بدلا من ثلاثه. خلينا ندخل في جدول مباريات نادي الزمالك سريعا. نادي الزمالك في اولى مبارياته هيواجه نادي البنك الاهلي، مستعد كويس جدا على استاد القاهره الدولي وهتكون في ملعب نادي الزمالك. تاني مباريات نادي الزمالك في الدوري، دوري نايل 2025 السموحه، طبعا هتكون المباراه دي على استاد برج العرب. بعدها على طول المباراة التالتة والجولة التالتة لنادي الزمالك، وهي مباراة المصري البورسعيدي أيضا على استاد برج العرب، ومن بعده المباراة الرابعة والجولة الرابعة لنادي الزمالك، وهي مباراة غزل المحلة في استاد غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري المصري ولكنه كبير طبعا بوجوده دايما في الدوري المصري. خامس مباراة وهي مباراة نادي الزمالك على استاد القاهرة الدولي، وهو استاد نادي الزمالك أمام نادي سيراميكا كليوباترا، الواحد من الأندية الكبيرة جدا في الدوري المصري واللي حصلوا على بطولة الرابطة لمرتين متتاليتين. سادس مباراة لنادي الزمالك في الدوري هي مباراة نادي الجيش في استاد طبعا الكلية الحربية، مباراة مهمة لنادي الزمالك في الجولة السادسة. وسبع مباريات نادي الزمالك في الدوري، نادي الاتحاد السكندري ودي مباراة هتكون على استاد القاهرة الدولي. والثامن مباراة نادي الزمالك او الجولة الثامنة يعني نادي الزمالك حرس الحدود هيواجه نادي الزمالك على نادي على استاد نادي الزمالك استاد القاهرة. وتاسع مباريات نادي الزمالك امام فيوتشر في استاد القاهرة. عاشر مباراة لنادي الزمالك او الجولة العاشرة فالزمالك هيواجه نادي الجونة في استاد القاهرة. وفي المباراة رقم 11 او الجولة 11 نادي بيراميدز، النادي قوي جدا على استاد 30 يونيو استاد نادي بيراميدز. وفي الجولة ال 12 نادي الزمالك مع نادي الاسماعيلي على استاد القاهرة ابناء العم. في الجولة ال 13 نادي الزمالك هيواجه نادي فاركو على استاد برج العرب. وفي الجولة ال 14 نادي الزمالك في مواجهة بتروجيت على استاد القاهرة الدولي وملعب نادي الزمالك. وفي الجولة ال 15 النادي الاهلي ومواجهة القمة طبعا في الجولة ال 15 امام النادي الاهلي على استاد القاهرة الدولي. وفي الجولة 16 قبل الاخيرة نادي زد على استاد القاهرة الدولي وهو استاد نادي الزمالك وملعب نادي الزمالك. وفي المباراة 17 نادي الزمالك هيواجه نادي انبي. ده كان جدول مباريات نادي الزمالك ال 17 مباراة والدور الاول من الدوري المصري. كل التوفيق لزمالكنا فيما هو قادم. في النهاية سلام.